نجمه ميساء مغربي منوره مصر ومنوره مهرجان الجونه. ثانك يو فيري ماتش. وانا مبسوطه بانه في مصر وفي الميدل ايست مهرجان، مع انه صغير نسبيا عمرا، بس بالتنظيم ده بالمستوى الفني الرائع، بحب الناس، بالاستقبال الحلو اللي احنا شفناه من اول ما نزلنا المطار. اللون ده عليكي حلوه قوي، واختياراتك دايما يا ميساء، دايما بشوف ميساء كده كل مره شكلها مختلف. ثانك يو فيري ماتش. اتس زهير مرات. حبيت لونه، حسيته شبه الجونه، وارم، فريحي، فريش. ايه اخر الاخبار؟ يعني المفروض فيلمي اللي هو اول اخراج ليا وجوه محرمه هينزل ان شاء الله في ديسمبر في السينمات في الخليج، وهخش تصوير ان اكتوبر، اند اوف اكتوبر، فيلم تاني اسمه 3 2 1 اكشن.